انا من كثر ما دافع للحسين كفضا بنترس من النذورة علي بالصدر الكعبة وبالعجز ابيت اول ولد واستشهد بجامع اختصارا للمناقب باخذ الزهراء اختصارا للوقت من نجي من الواقع يا الماه لحفاء بحرف درس الطاء ما قلت اوفى للنبي الصاحب الذي يولد ما بعد غد لكنه يسأل عنك البارحة غير السهم يا اهل وصل عباس من اللي بيكم شايف لون درع السماء تشيب غير مخضر داع يا شيب تخاطر تعيش الملة ما ندش حزن يرتب الوهمان جاويد ومناديلك نعيفة لأن المعارك بحاجة إلى حصار يسده من بين غمد القصائد لكي يكون أول سفراء بابل المدينة التي أزغر أثارها الأسود حسام الحمزاوي فليتفضل مشروعا بما تعشقون يا الله أفلح من صلى على محمد وآل محمد الله يحفظك الحضور جميعا الشعراء الضيوف والشعراء هذه هي المدينة صاحبي هذه الدعوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بهذه المناسبة العطرة بيوم الغدير لا غرب سأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل وبركة الصلاة على محمد وآل محمد علي ينقلب كايه من العيون علي يندل التايه من العيون يندل بالهوى مو بس بالذروب علي يندل التايه من العيون يندل بالهوى مو بس بالذروب علي تلقونا رابع بس بالارقام بس تلقونا الاول وسط القلوب يا مالك ضوع للكرسي حفاي يا ما رادوا يمسحونا فد نوب ما يدرون مسحوا كل الاوراق مكتوب حتى الكرسي علي يندل التايم من العيون يندل بالهوى مو بس بالدروب علي تلقونا رابع بس بالارقام بس تلقونا الاول وسط القلوب يا مارك ضوع على الكرسي حفاي يا ما رادوا يمسحونا فد نوب ما يدرون مسحوا كل الاوراق وعلى الام الورق بيضل مكتوب حتى الكرسي ما رايدهم الشيوخ لان سودوا وجهه بكل الحروب الكرسي يريد واحد نازع الخوف مو قاضيها شارد نازع الثوب الكرسي حتى الكرسي ما رايدهم الشيوخ لان سودوا وجهه بكل الحروب الكرسي يريد واحد نازع الخوف مقاضيها يركض نازع الثوب محمد بالغدير يصد على وجوه يدورنا وجه ما شايل ذنوب وهم وجوههم وعيونهم قضوها على التاج ومن غيبة محمد ترسوا جيوب هم عيونهم قضوها على التاج وعلى بعين ايتام الثاني الغروب علي رد الشمس بس مرة لا هو فوق الشمس محسوب من يقوم تطلع شمس بالقاع من يركع تصير الدنيا الغروب او كل ما على رد الشمس بس مرة لا اصلا هو فوق الشمس محسوب من يقوم تطلع شمس بالقاع من يركع تصير الدنيا الغروب او كل ما يركع
يرجع المفاتيح يخاف من يقوم يشلع البوب. علي بكل وقت، علي بنفس الوقت، علي كل ما يركع يرجع المفاتيح يخاف من يقوم يشلع البوب. علي كل ما علي بنفس الوقت من يرفع السيف علي يشلع قلوب ومرد قلوب. مو بس هاي، مو بس هاي، من قد ما يقرا قد ما يقرا قران من خوف الله صوته يطرد الذنوب. مثل ما كاتب القران باحساس علي مثل الله يقرا نفس الاسلوب. الما يعرف علي لا يدان الاذان، ربك ما يحب اني تسمره، لا يفرش صلاته بعرش الاخلاص علي ما بيها ما توصل الخصره، واللي يفرش صلاته لورا القاع وعلي بيها تصل يم الله خضره. البيري حتى علي يم الله مهيوب، اذا يصل غصن ينشاف شجره علي فيها يلا ما تجره، واللي يكرهون حلم عندهم القعده بفي نبره، لان القاع نذر الشمس على القاع ولا وهو القمر من ساز ظهره. علي عنده عتب على الفقر والمي، لان اثنين هم بالدنيا جمره، النهر صاح الرماد ودن الوفات رغم ما كان عنه الخيم شمره. وعدد دينار عدد دين، علي عنده عتب على الفقر والمي، لان اثنين هم بالدنيا جمره، النهر صاح الرماد ودن الوفات رغم ما كان عنه الخيم شمره. وعدد دينار اي شيخ لقيت جيب وعلى جيبه ترس متروس فقره. علي ما باع سيفه خوف، مو خوف، الوادم كانت الا بعين حمره، ثقله ما علي بذاك الوقت كان مثل هسه الفتك شايخ على الضاي. قال ابو امير علي ما باع سيفه خوف، مو خوف، الوادم كانت الا بعين حمره، ثقله ما علي بذاك الوقت كان مثل هسه الفتك شايف على البره. قالوا مو امير وقلنا انسان، قالوا ما نحبه قلنا فطره، قالوا مو امام وقلنا محراب، قالوا جيبوا شاهد جبنا طبره، قالوا يبقى خير وقلنا خلوه العمر قضى الاخير يشيل فقره، ابن العاص جتكم ما سكتون شو تسوون لو عندكم الزهر. قالوا ما نحب قلنا فطره، قالوا مو امام وقلنا محراب، قالوا جيبوا شاهد جبنا طبره، قالوا يبقى خير وقلنا خلوه العمر قضى الاخير يشيل فطره، ابن العاص جتكم ما سكتون شو تسوون لو عندكم الزهر. يجي مع زينب ما لقت عباس وحسين بثواب اخوتها يا طايح تودع. راحت ثيل ملكي يقوم عباس، خذت جو العبال شفافه دمع، ضوء نار الخيم سوالها خيال، يمشوا وياها بس تشوفها لسعت ولقت جفت ومشت عالنزف للماي، للماي قبل لا توصله واحد تسمعه قالت منو؟ قالت لعباس. قال لها وقع، قالت لفزعة اشوف العايفك تمشي على رجليك طلع القبل لا شفته، لقت جفه ومشت عالنزف للماي، للماي قبل لا توصله واحد تسمع قالت منو؟ قالت لعباس. قال لها وقع، قالت لفزعة اشوف العايفك تمشي على رجليك القبل لو شفته راسك ما طلع، القبل لو شفته ترجف رجفه الماي من شافه مفاضل حط صبعه بشافت ريشته يخفون الاضقام، شافت السيف ريقك ما تبلع هزت كل وين وين تردين، ما قلت له قبل من شفت درعه ولو معروفه من تطيح الاصبع الجبان يبيع عن نسوان سمعه. وطبعا هزت كل وين وين تردين، ما قلت له قبل من شفت درعه ولو معروفه من تطيح الاصبع الجبان يبيع عن نسوان سمعه. وطبعا طلعت راسك لمن طاح
المطر لو طاح كل يابس يطلع. قال لا بعد ما يسمع صياح ولا ضل عنده شف للي ودع. قالت له ابو فاضل، ابو فاضل مو زلم نام ولا اي واحد يعوم وحده تنعى يروح وكل زينب جاي عليه كذا ما قام هذا الشف قطعه. قال لا بعد ما يسمع صياح ولا ضل عنده شف للي ودع. قالت له ابو فاضل، ابو فاضل مو زلم نام ولا اي واحد يعوم وحده تنعى تروح وكل زينب جاي عليك اذا ما قام هذا الجف قطع. غير السهم يا اهلي وصل عباس، من البيكم الشايف لون درع خيركم يباوع من ورا القاع مثل الخايف يدفعون ربعه. خبر حالكم، خبر حالكم من طاح عباس. شفت مشلولكم يركض الفزع سبع يغلب سبع جيت تركضون لما شفتم التركية لمعة. بس عباس طاح من العطش ماي وعلى حساب الستر ما راد رجع. من شاف الشريعة بعازة حجاب غطاها ووقع كانت مفرح. ابو فاضل النصلي وانا صلي خفت ما يرضى صلى وانا صلي. انت جيت العباس، انت جيت العباس، ان جت العباس اسمع وانا صلي الملك سددني من صايح ربي. هذا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للرائع دائما حسام الحمزاوي.